السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن هنا في البرازيل في قعر يعني جبهة الفيروس. يعني الفيروس استمكن من البرازيل وأهل البرازيل وأرض البرازيل. فقاعد هنا ويعني صار أقوى فيروس في العالم. هو وصاحبه بالهند. فسبحان الله، الله المستعان، قوي الفيروس وصار عم يقتل بالعالم يعني أعداد كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لكم ولنا وللجميع. والسلالة الموجودة هنا في البرازيل غير سلالات العالم، مش عارفين شو هي. وعم يعني الإنسان بيكون ما بو شيء، يعني عوارض عادية، بعدين ما بتشوفه إلا انتقل إلى رحمة الله تعالى أو فارق الدنيا. ليش وكيف الله أعلم. إذا وقفنا على الإشارة في البرازيل، البرازيل في إشارة بنوقف عليها. لو الفيروس بيوقف عليها كان عال، يوقف يا إشارة يا على، المهم يوقف. صلى الله سبحانه وتعالى أن يعني يرفع هذا الوباء يا رب. بدأ استغفار يا جماعة، استغفروا الله سبحانه وتعالى لنذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يغفر لنا ويرحمنا ويرفع هذا العذاب وهذا الوباء. اللهم آمين يا أرحم الراحمين. شو بعرفني يعني، حتى الدول العالم ما عاد بدأت تستقبل حدا من البرازيل. لك لبنان اللي هو لبنان ما عاد يستقبل أهله. إذا كانوا لبنانية لازم يروحوا على غير بلد يقعدوا 15 يوم، إنه بلد الثاني كأنه مجبور فيهن لحتى بعدين يدخلون على لبنان. يلا الله المستعان. شو بقى نعمل؟ مش عارفين. اللي بده يسافر يا جماعة على بكرة آخر يوم لازم يطلع من البرازيل. إذا ما طلع من البرازيل بكرة ما عاد فيه فوت على لبنان، إلا ما يقعد في بلد آخر 15 يوم قبل ما يدخل لبنان. يعني فيها تكلفة وفيها عذاب وفيها يعني البلد اللي عم تستقبل بعد إسا الله يجزيهم الخير ويبارك فيهم، دبي ومصر. الحمد لله رب العالمين. طيب بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. هذا حسين علي الصيفي البرازيل.